السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد لنا اليوم. قلكم صحة عيدكم، قلكم عيدكم مبارك لعقبال العام الجاي إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا عيدتوا بصحة ولهنا، إن شاء الله يكون جاز عليكم بخير وعلى خير. إن شاء الله يا رب العالمين لقاكم بخير وخلاكم بخير. إن شاء الله تكونوا مهنيين وفرحانين أنتم والعائلة تاعكم. نقولكم توحشتكم بزاف بزاف، نقولكم غبت عليكم، الله غالب على بالكم. العيد فيه اللمة تاع العائلة اللي ما نصيبوهاش دائما، نسيبو خصا تخبيت عليكم شوية ولا غبت عليكم شويه. بصح والله توحشتكم بزاف بزاف، وربي اللي عالم. وانتم على بالكم وعلى بالي تاني تبلي توحشتوني وخليتوا لي تعليقات وقلتوا لي انا كيف فتحت هكذايا القناه لقيت يعني الله يبارك تعليقات كامل. خليتوا لي صحه عيدك، خليتوا لي توحشناك، خليتوا لي وين راكي يا نوال، راني غير هنا راني جيت وما رانيش رايحه. نزيد نخليكم بزاف وشنو كنت هكذا نريح شويه. وكما قلت لكم اللمه تاع العائله حبيت نشارككم روتيني تاع العيد، يعني اليومين هذوك الاخرين اللي غبت عليكم فيهم واش درت فيهم. الشغالات اللي خليتهم كملتهم حاجه باينه، هذيك لا تيغاس على بالكم هاد الايامات، شويه ريحه حمر وشويه غبار وشويه شتاء وشويه، المهم وين كانت غبره جابها لنا هذاك الريح. نقيت دنيتي كامل في السطح، فحفحته وجزت للتحت، جبت هاد المشتريات اللي كنت شريتهم. صراحة عندي بزاف اللي شريتهم وجدتهم للعيد، على بالكم باللي شحال وانا نشري في هاد الاكسسوارات ولا هاد السنيوات ولا كرافات اللي فيهم هادو متاع الريشة. وين كانت حاجة فيها ريشة عرفوا باللي اختكم جابتها وشرتها. هدايا البورتغاتو اللي راكم تشوفوا فيه بزاف بزاف شباب، يرفد الدنيا والحالة الله يبارك، يرفد شحال من صوت تاع الحلوة. وحبيت تانيت حاجه ما ترفدليش بزاف بلاصه كيما باغ اكزومبل لي زاسيات ولا، او ميم طون حاجه راهي ستيل وحاجه راهي هكذا على الموضه، سورتو هاد الاواني الذهبيه اللي كيما نقولوا تعطي هذاك الشغم تاع العيد. حبيت نقترح عليكم شحال من فكره راكم رايحين ان شاء الله تكتشفوهم في هذا الفيديو. همالا وسعوا خاطركم وكملوا للاخر. هذه لافي خياتي جبت هذاك هادوك هاد لي نابرون تاع لورغونزا ولا هادوك لي كيسات ولا، انا نحب الحلوه هذيك ندير لها نهار من قبل هذيك الطريق تاعها اللي نمدها راهي باينه تتعمر وتتمد، واللي نديرها هكذايا في لي زاسيات نحب هكذا نديرها في لي بورت غاتو ولا لي زاسيات. وانا كنت رايحه ندير الديكور تاعي نحطها في جهه نغطيها الله الله بهكذايا طريشن كبير وراهي محطوطه غدوه من داك ما نقعدش نتجارى باش هكذا حشاكم وحش قدركم. هي الدنيا كانت مقيقيه وكنت رافده ما رجعتش الديكور جديد، كنت سيقتها بالطبع وشغل قلت خلي لا ديغنيغ مينوت ولا هكذا مع العشيه راني رايحه نجوز هكذايا نشيشف. كيما راكم تشوفوا هنا الاخوات دائما يسقسوني يقولوا لي نوال المقاسات تاع الزربيه تاعك رانا حابين نعرفوا شحال. انا بالعاني درت لكم هكذاك زوميت لكم هادو اللي راني فرشهم انا 2 متر و30 على 1 متر و60، كاين مقاسات ما اكثر من هكذا مي تعرفوا داري قصط بينا ماشي كبيره بزاف. انا فرحت كي لقيت هاد المقاسات في الزرابه اللي راني حبتهم انا. كاين عرايس عندهم هكذايا الله يبارك شومبره تاعهم كبيره تقدر ديرها في لا شومبر تاعها، انا صالون صغير وداري كيما تعرفوا صغيره ماشي سر، على بالكم بلي هاد الزرابه اللي والمو فيهم. وكاين نفس لي موديل تقدروا تلقاو ولا لي موديل واحد اخرين في الاحجام الكبيره باغ اكزومبل 3 متر على هكذايا، معناتها تكبر هذيك الزربيه. شوفوا هاد الزربيه العزيزه اللي من اروع ما يكون صراحه، تحفه فنيه هاد الزربيه اللي راكم تشوفوا فيها، فيها الغوز وفيها القري. حبيت هكذا نطلب الخواخي ونكاسيه بالدوغي تاني في هاد العيد، حاجه مبهجه للعين كيما راكم تشوفوا الزربيه من اروع ما يكون. هاد الزرابه سقسيتوني وكل مره تسقسيوني تقولوا لي انا نوال هاد الزرابه وين نصيبوهم. هاد الزرابه خياتي راني رايحه نخلي لكم الصفحه تاع ديكوريلي اللي راهي تبيع هاد الزرابه ودير توصيل حتى لباب الدار. عندهم زرابه تاع الصالونات، عندهم تاع الكولواغ، عندهم تاع الكوزينه. راني سبقت وشاركت معاكم الزرابه تاعهم وبلا ما نقول لكم لاكاليتي تاعهم من اروع ما يكون. ولي موديل تاني انا والله غير في العيد هكذايا مع بنات لوسي وكامل وريت لهم لاباج تاعهم، قلت لهم شوفوا كي عجبوهم الزرابه تاعي وريت لهم لاباج، دخلوا لاباج فريمون قالوا لي عندهم دي ميرفي الله يبارك عندهم كلش وصح. راني رايحه كيما قلت لكم نخلي لكم نيميرو التليفون ولا لي باج تاعهم، راكم رايحين تشوفوا التشكيله الله يبارك اللي تاع الزرابه، يعني تحيري واش تخيلي تشوفي وحده تنسي وحده. هذه هي اللي حبيت نقولها، هاي لك الزربيه العزيزه اللي راكم تشوفوا فيها تهبل اللون تاعها يهبل خفيفه شابه القماش تاعها حنين. والديكور تاعي خرج انا عجبني، خلوا لي في التعليقات اللي عجبكم الديكور كيما عجبني انا.
اخترت هاد السيرفيس خياتي لقري بالغوز اللي راهو اسورتي مع الزربيه، راهو اسورتي مع المخايد، راهو اسورتي مع كلش. الفاز تاع الورد هكذا كاسيت لي كولور درت تيرمو هادو، وحاجه باينه ما راهوش رايح يحلى العيد تاعنا من غير اكسسوارات تاع العيد اللي راكو تشوفوا فيهم. هادوما تاع عيدكم مبارك ولا تاع رمضان كريم، كنت سبقت لكم سبقت وشاركتكم في الفيديو خدمتهم لي بيلا ديكو كيما راكو تشوفوا، هذيك اللي تتعلق في التيرمو جات بزاف بزاف شابه. وهذه عيدكم مبارك، نقول لكم ونعاود لكم عيدكم بالصحه والهنا. هنا خياتي هذه هي الطابله تاعي، وجدتها هكذايا من قبل على البكري، معناتها لافي غطيتها هكذايا بطرشون كبير باش ما يدخل لها والو. الصباح نفرغ غير هذاك الشوك برك في الكرافه، ونزيد هذيك قهوه حليب وراني حطتها، اللي جا ولا اللي حاب يشرب مرحبا به بالصحه والراحه. كيما راكو تشوفوا هنايا جست ندير هاد شويه تاع الحنه المروه، ما تضحكوش عليا كي راني شاده المغرف ما حبيتش نوسخ بها هكذا كي يدي، على بالي حنه حنينه والناس كامل تحبها، مي خاصه انا هكذا مع التصوير يقعدوا يبانوا يدي اورانج هكذا، خاصه وناويه ندير في يدي الفيرني روج، معناتها الحنه من هنايا اورانج وهذاك الفيرني روج هذيك هي راني رايحه نولي نخلع. كيما لا كيما راكو تشوفوا شمختها لها بشويه تاع المزهر، درت لها دوايرات المروه هكذا، ودرت لها هدايا بابي فيلم من الفوق شغل باش تسخن، وهذيك الحنه تاخذ مليح مليح في اليد، والله غير خرجت لها كي نقول لكم ما شاء الله. وهنا كيما العادات تاعنا خاصه احنا في القصبه شحال نديروا القردون، نموتوا على القردون، كامل نديروا لولادنا القردون. صراحه انا جاتني الحفافه للدار ما خرجتش ما كفانيش الوقت، هي عيطت لها قلت لها روحي للدار سلكيني هنا، دارت لي ليا يعني دارت لي كامل واش يلزم بصحتي وبصحتكم انتم تاني اللي دارت حاجه، ولحقت باش دير البروشينغ المروه هي ما كفاهاش الوقت، مسكينه سبعه غير 25 مازال ما كفاهاش هذاك الوقت، واستعيت لها اللوستي قلت لها روحي دير لك صبيغه وتقطع لك، على بالي دوك اللي يروح الحفافه يخرج ما يعاودش يولي كامل، والله غير سلكتنا ان شاء الله ربي يعطيها الف صحه. جاتنا حتى للدار قلت لها المروه روحي ندير لك القردون صباح نجبد لك لاماش، شعرها شباب ماشي لازم حتى دير له بروشينغ ولا هاولي كمل، ما مسكينه كيما قطعته لها كيما درت لها القردون اصبح ما شاء الله عليه. من بعد رقدنا استحفينا شويه، يعني واش نرقد هذيك تاع الغمضه ونوضي تجري، خدمت انا كلش في الليل نط الصباح، شربنا هذيك القهوه مع الدوخه جات عزيزه كتشمي هذيك الريحه تاع القهوه بعد ما جاو اكيد رجال من صلاه العيد. حاجه باينه طلعت لهذيك الكوزينه تاعي ودرت الطعيمه تاعي اللي هي بالمرقه، انا دائما نحب خاصه مرقه حمراء ما نكذبش عليكم، انا ماشي من محبات المريقه البيضاء هكذا، كنت قادره ندير بالك طعيمه مريقه بيضاء، مي شغل الاحمر خير وخير، حتى في الدار نفضلوا المرقه الحمراء اكثر من المرقه البيضاء، ولو انه احنا في العاصمه يديروا مرقه طعام مرقه بيضاء ولا رشته، هادو هما اللي نداروا في العيد. مي انايا درتو كيما راكو تشوفوا فيه هكذايا بالحيمه، درتو مريقه حمراء ودرت له لوبيا مشطو وزروديه والقرعه والبطاطا كيما يديروه خوتنا القبائل. صراحه انا في دارنا ما كنتش نديرو هكذايا بالقرعه وزروديه والمشطو، مي كي وليت نجي كي جيت لداري ديروه بهالطريقه، وليت نحب نديرو بالمشطو وليت نطيبو انا تاني هكذا. هذيك الدلاعه كي نقول لكم تسود ساعتها طاحت من الساشي تفلقت، ما قدرتش نقسمها هكذا كبرات شابين، هيا قلت واش عليه نديرها الونسيان نقطعها مربعات مربعات ونديرها في سلاديه وحنا كليناها. الطعيمه تاعي كيما راكو تشوفوا طابت جات تشهي تشهي مريقه ميدومه وحمراء، هاي ليك هذيك الماشطو زينتها مع شويه زروديه والقرعه، على بالكم انا ما نحبش هذيك الخضره المكسره ماذا بيا تقعد هكذا صحيحه، كي نرفدها نحيها هكذا في سنيوه بالحبيبه بالحبيبه حتى تقعد لي صحيحه، وكي نستفها هكذايا على بالكم باللي العين تاكل قبل الفم. فطرنا بصحه ولهنا، من بعد جوست نتهلا في عمارتي شويه، هيا قلت نحو شويه صفوريه ونحو شويه هذاك دهيقي الكامل تاع العيد، على بالكم باللي كي نتهلا وفي روحنا نحسوا بواحد الراحه نفسيه مقاطعه النادر، تحسي روحك خفيفه تحسي روحك الز. اما لا بعد ما تهليت في روحي وبدلت حوايجي وكامل جست كيما راكو تشوفوا، وقعدنا هكذايا على الطابله تاعنا وائل خرج ولم يعد. من بعد شربنا هادو كازوزات وشربنا كيما نقولوا هكذايا قهيوه كيما على غير العاده، يعني مدارين هكذا ناس دارين هالولاني كامل يتلاقاو، للاسف كل واحد كانوا عنده ظروف يعني تلمينا، مي بصح ماشي كيما كنا كامل مدارين تلمو كامل، الله غالب كاين سلواسي عندهم ظروف قدر الله ما شاء فعل. وعلى بالكم حتى لا فامي اللي في الخارج ولا نوجه لهم تحيه كامل كامل ونبعث لهم سلام كبير، نقول
راهم خصيتوا هاد العيد على بالكم كلش، هاد العيد ولا العيد اللي فات كلش راهم مغلوق، ما حبطوا ما تجوزوا العيد كيفاه معانا كيف كيف. قولكم ان شاء الله العقوبة العام الجاي، ان شاء الله ربي كيما نقولوا ماشي العام الجاي، بالك العيد الكبير ربي يكون فرج علينا ونتلاقى وهدرنا في التليفونات. المهم نقول لكم كامل صحة عيدكم، ونقول تاني للناس اللي بالك ما زعفنيش لحد نقولها صحة عيدك، نزيد نقولها صحة عيدك ولو اني ما خليت حتى واحد. اليوم شاركتكم خياتي هذا الفيديو الخفيف الظريف اللي كان من داري، حاجة خفيفة ظريفة. الغدوة إن شاء الله استناوني في الفيديو بإذن الله، راني رايحة نشارككم روتين من دارنا واش درنا مع سخاوتي بنات أختي خياتي قعدنا كامل. إما الغدوة راكم رايحين تشوفوا فيديو جديد، علاش قلت لكم استعفيت شوية من بعد قلت والله غنعاود نرجع، لازم نقول لكم حتى صحة عيدكم حقكم عليا. التعب دار فيا رايو صراحة، وكما نقولوا كنت نبروفيتي شوية مع لافامي شوية مع مالين راجلي وشوية مع مالية وجوزنا العيد بالصحة والهنا. هذه الحلوة اللي كنا درناها كيف كيف خياتي، درت هذا البلاتو تاع الحلوة التقليدية اللي ما نستغناوش عليها في كل عيد، حاجة تاع الطالية تشارك العريان اللي شبحوا طوابل تاعنا صراحة، يعني قد ما راهم لي شوكولا ولا هادو لي غاتو بريستيج ولا، مي تقعد الحلوة التقليدية تاعنا عندها كيما نقولوا ذوق خاص وعندها قيمة خاصة ولا فالور تاعها ما تنحيها حتى حاجة. لو كان يخلقوا 100 و200 نوع، أنا صراحة ما نحبش نخلط بزاف بزاف في هاد الألوان في هاد الحلوة الجديدة خاصة للعيد، مادا بيا شغل تكون الحلوة هذيك اللي مداريين نشوفوها، صح التنويع مطلوب، مي الحلوة تاعنا تاع زمان صراحة قيمتها وحدها وبلاصتها وحدها، ما يزحزحها حتى واحد كيما قال لك ربي كيما نقولوا يرحم هذوما جداتنا ومالينا اللي خلونا مولود كبير رانا كيما نقولوا نعاودوا فيه ورانا كيما نقولوا دائما نخدموا به. هذوما الحلويات تاعنا اللي راهم تاع هنا وهنا اللي راهم جدد، هدايا البنيون اللي كنت درته باشكال مختلفه وحتى التزيين كاين كل واحد كيفاش زينتو. هذيك الحلوه تاع القطايف منا الكفته عمرتهم كامل في هاد البورت غاتو راهي ملهيك تاني، راهي مازال فيها هذاك رونجي كنت دايره فيها هذوك لي صابلي بريستيج كيما راكو تشوفوا المقروط، وهذه الشكله درتهم في هديه في هاد شغل فواره ولا سليله ولا هذا باللون الذهبي، يعني درت له هذاك المقروط الكيسات ولو انه توالم له فواره تاع الزجاج ويقعد فيها، مي على بالكم بلاطو ميغوار توجور ما يحبش هذوك العسولات اللي يطيحوا عليه، سي بوغ سا عمرته في الكيسات ودرته فيها دجاج باب تاني تبدلوا شويه في الطوابل تاعنا ونمدوا افكار. عندي منا هاد شوكولا اللي تاع باب ليلى اللي حبت تقتنيها ولا راهي تصيبها في باب ليلى تاع حيدره اللي كنت سبقت وشاركتكم بالفيديو من عندها اللي تبيع كلش طبيعي. عندي منا يا كيما راكو تشوفوا هادو يعني لي صابلي بريستيج كيما قلت لكم درت هكذايا تشكيله تاع حلويات، حطيت كل واحد واش راهو حاب ياكل وكل واحد واش راهو حاب يذوق. هذه هي الحلوه تاعي وهادو هما طوابل تاعي اللي اقترحتهم على خياتي، واحدة من هيك درت فيها هذيك القهوة وهذاك الجو، ومن المستحسن هكذا عيد ولا نديرو هكذا عصير طبيعي يعني حاجة تكون في الكرافة بالطبع والشان، وحطيت طوابل وكل واحد كيما قلت لكم واش حاب ياكل ياكل بالصحه والهنا. انا نقول لكم خياتي الفيديو تاعي خلاص، نقول لكم خلوا لي كلمه طيبه في التعليقات ولا غير توحشتكم بزاف بزاف، مادابيا كامل تعلقوا لي حتى اللي ماشي مداري يعلق وهذاك المخفي مادابيا يبان في هذا الفيديو. نقول لكم دوكا هذيك تهلاو في روحكم تهلاو في صحتكم وتبقاو على خير وتشوفوا الخير.